لما تحط لك مشاهدينا الاوفياء، مشاهدين مغارب نيوز، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في بث مباشر من مدينه الدار البيضاء. شارع الزرقطوني، حادثه سير سياره يعني تقفز الى احد حدائق الموجوده، تقفز الى احد الحدائق الموجوده ضمن هذه السيارة. هي هذه يعني، ولكن انا خويا انا ما شاربش. لا سمعتني قلتي شراب خويا، انا ما شاربش. لا واش قلتي شراب؟ قلتي حادثة. حادثة راه باينة، حادثة راه حادثة. اذا كما تشاهدون انا ما كاين لا شراب لا والو، بصراحة ما كاين والو. حادثة بسيطة آخر إذن عدنا لكم مرة أخرى مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين مغارب نيوز. كما كتلاحظوا هذا هو الحاجز الحديدي اللي كاين هنا، يعني أونفاس مع العمارة اللي كتسمى دي ساتيطاج. كما كتلاحظوا كاين هاد الحواجز الحديدية اللي كاينة هنا في جانبات ديال هاد الحديقة. كما كتلاحظوا الدرجة ديال الاصطدام ديال السيارة، لاحظوا هنا هاد الحاجز الحديدي اللي كان هنا فتحيد من المكان ديالو. لاحظوا معنا مزيان، تحيد من المكان ديالو. لاحظوا هنا هادشي اللي كتشوفوا، هادي مخلفات ديال السيارة، هادي مخلفات ديال السيارة. هانتوما لاحظوا معنا هذه مخلفات ديال هذه ديال السياره اللي اصطدمت بهذا الحاجز. لاحظوا هذه كلها هذه، لاحظوا هذه كل هادشي كله كتلاحظوا معنا الان. ها هو يعني الان تواجد رجال الامن. لاحظوا الامن متوصل في هذه اللحظه هذه، والسياره ديال القطر ديال السيارات اللي اضطرات انها كتدخل الحديقه اللي كتلاحظوا معنا الان، الحديقه اللي كاينه الان. فالسياره يعني ضربت هنا في هذا الحاجز الحديدي هنا، في هذا الحاجز الحديدي هنايا هو، ودخلت الحديقه لداخل. لاحظوا راه دخلت الحديقه لداخل. لاحظوا ها هي السياره ديال القطر، ها هي هنا. انا غادي نحاول نقرب لكم الصوره اكثر. كما كتلاحظوا هانتوما هنا، هذه التاية ديال السيارة، ها الحاجز الحديدي ها هو، شوفوا فين وصل، هذا هو الحاجز الحديدي ها هو، هذا الحاجز اللي كما كتلاحظوا معنا الآن، هذا طرف من السيارة، لاحظوا، هذا طرف من السيارة اللي كيكون في أسفل السيارة، وهذا كما كتلاحظوا معنا، يعني ضربت هنا هاد السيارة، ضربت هنا في هاد الحاجز الحديدي، يعني كانت جاية من هنا من شارع ديال اون جونفي. كما كتلاحظوا معنا من اون جونفي جاية، يعني السرعة باش جاية هاهي، ضربت هنا. لاحظوا دخلت الحديقة لداخل،
دابا راه غادي يخرجوها من الحديقه، غتلاحظوا معنا راه غتجي من الحديقه من الداخل. كنا كنصوروا، ولكن بعض الاحيان كتكون بعض الامور اللي كتكون ما يمكنش نحطوا المشاهدين فيها، اكيد كتكون اكراهات بطبيعه الحال. كما كتلاحظوا معنا الان هذه هي السياره، هي الان عندنا غنحاول نوريكم السياره الان، ها هي غيتم القطر ديالها الان. لاحظوا هاد البلاكه كدايره تحت، هاد الباب الحديدي ها هو، هذا الباب الحديدي اللي طار، ها هي السياره، هي هادي هي السياره، ها هي دخلت الحديقه، ها هي إذن كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الأوفياء، الآن كيتم قطر هذه السيارة هذه اللي اصطدمت بالحاجز الحديدي وسقطت داخل هذه الحديقة المتواجدة بشارع الزرقطوني. شارع الزرقطوني لاحظوا هي الحديقة، كما كتلاحظوا هذه الحديقة، سيارة الأمن هي متواجدة بعين المكان، هذا يعني وجود رجال الأمن، ها هو كما كتلاحظوا الآن، فالسيارات دمرت على آخرها، سيارة. لاحظوا الآن تم رفع السيارة إلى سيارة الجرد أو القطر، تم إخراجها من الحديقة العمومية. حسب بعض المصادر كيتكلموا على انه يعني السرعه اللي كانت جايه بها السياره هذه، لاحظوا يعني دخلت هذه السياره
من إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر، هذا البث المباشر إلى حين الحصول على بعض المعلومات الأخرى حول هذه الحادثة اللي وقعت على مستوى عمارة 17 طابق أو اللي معروفة ب 17 طاج، يعني الحديقة المقابلة لها مباشرة فين وقعت الحادثة على مستوى شارع الزقطوني. إذن إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث مباشر، على أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.